حيث تداول ناشطون لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتراق مساحات شاسعة من حقول الحنطة في قضاء أمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين. أكدت فرق الإطفاء أن الحريق خارج السيطرة. دعونا نتابع هذه اللقطات. حريق في قضاء أمرلي على الشارع العام، والرياح عالية جدا، والحريق حاليا خارج السيطرة. لا إله إلا الله، هذا راح يطفي خاطر الله، الزرع هاي كلها راح تروح، لا أطفاء يلحق ولا وزير الزراعة ولا غيرهم ولا الحكومة. لم يتوقف الحريق الذي اندلع في حقول الحنطة، بل حاصر مجموعة من العوائل والمزارعين بسبب حجمه الكبير وعجز أفراد الدفاع المدني عن إخمامه. دعونا نتابع. وتم حاصرة مجموعة من العوائل وتم إنقاذهم مجموعة خيرة من أهل أمر الكرام، ولكن حد الآن الحريق مستمر والمزارع تشتعل بنار كثيف جدا. الموضوع تدخل الى يتطلب تدخل سريع جدا، ولا يوجد اي حيلة عند العوائل.